perfect record of 10 wins, 4 of those wins coming in by way of knockout, and only 1 loss. He is the fighting pride of the United Arab Emirates. Give it up for Ilyass Tiger HabibAli! إلياس تايجر 29 سنة لاعب كيك بوكسين ومواي تاي جالس الحين أجهز بطولة الكيوان لبطولة ألعب فيها بالنزال الرئيسي وهالبطولة يعني إحنا مركزين عليها كتير لأنه متابعين برنامج رياضي يعني قاسي ومتابعين برنامج غذائي وإن شاء الله الحزام راح يكون بإيدي إن شاء الله. هاي أول وجبة باخدها الصبح بعد ما شيكت الوزن وحصلت تقريباً لسه عندي 5 كيلو 200 زايد. باخد هالوجبة بتساعدني على التمرين الصباحي، يعني بتعطيني باور في التمرين. التمارين الصباحية هي مهمة كتير للفايتر لأنه تعطيه قوة عضلية وتحمل، وهاي بيفيد الفايتر كتير في النزالات. وزي ما سوينا الحين سوينا 6 كيلو جري وبعديها سوينا ستريتشن، هاي مهمة كثير، وبعديها بنسوي شادو بوكسين وبنسوي سبرنتات عشان ما يجينا إصابات، لأنه آخر أسبوعين مهمة كثير. الفايتر لازم يحافظ على نفسه من أي إصابة، لازم يسوي ولا غلطة. والحين راح نروح نسوي تمارين الفتنس بالجيم. هلا كابتن عمور جاهز. التمارين الصباحية اللي بنسوي الصبح بعد الركض، هاي بنركزوا فيها على الانفجاريات، على نطور قوة اللكم، قوة الضرب. بنركز فيها على تمرين عضلة القلب عشان يصير عندنا تحمل داخل الفك ويصير عندنا قوة لكمات وقوة ضربات. وبنحاول بعدين نشغل تكنيكات اللي راح تفيدنا أثناء المباريات. بالتكنيك ما بيكون جهد عالي على العضلات، بيكون بس بتشغل يعني عقلك، بيكون تركيز عالي تقريبا. كانت أول بداياتي في المباريات الدولية بالمكسيك في بطولة العالم، وهي كانت من أقوى البطولات اللي حضرتها لأن كانت مشاركة أكثر من 120 لاعب تقريبا. Hi everyone, I'm Ilyass from UAE. We are ready for win the gold Muay Thai Cancun Mexico. وكان يعني ضغط كبير علينا لأنه كانت أول بطولات، وبعد تدريبات قاسية وتنزيل وزن وعناء كثير حققت الميدالية الذهبية، وكانت هاي أغلى ميدالية بالمسيرة تبعي. وبعد ما رجعنا الكل كان مبسوط، وكان تقريبا اليوم الخامس من رمضان واستقبلنا سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان، وكان مبسوط كثير. وسمو الشيخ منصور بن زيد النهيان الداعم لرياضة المواي تاي والكيك بوكسين، والكل كان مبسوط بهالإنجاز. وهون كانت بدايات الإنجازات وكانت بدايات المنتخب. عم حضر الرحال الحين عشان تمرين المساء، تمرين تبع الكيوان. جاهز للحصة الثانية بتدريب الكيوان، يلا بينا. أبو ظبي عاصمة الإمارات، واحدة من أفضل الدول في العالم، قدمت إشي كثير للرياضات الفنون القتالية. وأنا رايح على تدريب الكيوان، هالأغنية قبل التمرين بتعطيني طاقة إيجابية، بتعطيني حماس كتير للتمرين، لأدخل في الجو تبع التمرين. جاهزين لحصة الكيوان، الحصة الثانية بكل حماس، جو! التمرين مع الكابتن عمر بنحاول يعني نركز على لعبة الكيوان وشو هم الضربات اللي بيكونوا فيهم نقاط كتير، بنحاول يعني نركز عليهم. وكيف نعرف انه الكيوان
به كومبينيشن يعني مجموع ضربات مش نفس الموايتاي تضرب ضربة اثنين توقف يعني كل ما ضربت ضربات كتير وكانوا ضربات يعني بالهدف يعني كل ما كسبت نقاط كتير مع سنيت نفس الاشي كنا بنحاول نضيف تقنيات جديدة ما كانت عندي بحاول اطورها نفس الفلاي ني هاي بتعطي جمالية كثيرة في الفايت يعني احنا بنجهز يعني تقنيات اللي راح نلعب بها مع الخصم وكيف درسنا الخصم بنحاول نشوف نقاط ضعفه ونلعب عليه طبعا الياس لاعب متميز يمتاز بالسرعة والتحرك داخل الحلبة يمتاز بالستايل الاشتباك القريب العامل النفسي هو عامل مهم نجهز اللاعب نفسيا اللاعب مرات يوصل مرحلة انه يتعب بالتدريب الاسبوع الاخير دائما ننزل بالوحدة التدريبية تكون حصة واحدة نخفف التمرين اخر يومين هو العامل النفسي والراحة الايجابية هو النوم ويكون راحة تامة للاعب قبل الفايت نجهزه هم عامل نفسي بكلمتين ويتوكل على الفايت يقول لي انه هو جاهز هاي وجبة العشاء آخر وجبة بأخذها قبل ما نام يعني قبل ساعتين تقريبا هالوجبة ضرورية لنحافظ على الكتلة العضلية اللي بتتكون هالوجبة من البروتين والألياف ما بناخذ كربوهيدرات في هالوجبة لأنه عندنا تنزيل وزن احنا الحين جالسين في الجماعة انا والشباب هون بنحضر فايتات كيوان لنتعلم كذا تكنيكات اللي نطبقهم بالجيم نحاول نطبق ما امكن وهاي نستفاد كثير من فيديوهات الفايتات رياضة الكيوان يعني مش رياضة سهلة مش اي واحد يقدر يلعبها لازمها جهد عالي لازمها نفس عالي لازمها يعني تدريب كثير لتلعب فايت بروفيشنال كيوان هذه اللو كيك من داخل تمسكها صراحة هذه أحسن مباراة كيوان حضرت أنا. أنا برات الرينج بحب يعني ألعب مع الشباب بحب أتسلم على الشباب هيك نصنع نكت نحب نطلع من جو التدريب من جو المباريات بتحب تطلع من هالجو تلعب بلاي ستيشن تسوي أي إشي بيطلعك من الجو التدريب وجو اللعب. غزرت زكريا غزرت. أول بطولة كنت لعبتها رسمية هون بالدولة كانت بطولة الإمارات سنة 2018 وكنت حصلت على ذهبية في الوزن المفتوح لعبت بطولة الدولة 2019 وكسبت الميدالية الذهبية كانت البطولة اللي بعدها بطولة أستراليا فزت بالمباراة نزلت على طول كلمني سعادة عبد الله النيادي وقال لي هاي أحسن هدية إجتني هو فوزك بالميدالية الذهبية بأستراليا بعد بطولة أستراليا إجت بطولة العربية اللي تنظمت هون بأبوظبي في نص الجولة الثانية انكسرت إيدي اليسار وحاولت ما بين للخصم إنه إيدي انكسرت وأنا لاعب إيد واحدة وكسبت الجولة الثالثة والثانية اليوم اللي بعده لعبت الفاينل وإيدي مكسورة بس حاولنا ما نخبر حدا عشان الخصم ما يعرف ويلعب هالنقطة تكون نقطة ضعف وكسبت البطولة العربية بسوي نفسي أضرب وبضرب باليمين إذا خليتها هون راح يضربها البطولة الآسيوية كان تحدي كبير كان لكسب الملف التنظيم من البطولة الآسيوية كان مش أمر سهل مش أي دولة يعني لازم يكون عندك بنية تحتية يعني بنية قوية عشان تنظم بطولة آسيا والحمد لله كسبنا رهان تنظيم البطولة وكسبت الفاينل وحصلت على ذهبية وهاي كانت يعني ذهبية غالية كتير اليوم عندنا الفحص الطبي والميزان تعالوا نشوف وصلنا التارجت ولا لسه تعالوا دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في الميزان الرسمي لبطولة K1 Combat إلياس حبيبالي United Arab Emirates 81.4 80 kilogram and opponent Harone Paka النزال انا متحمس كثير للنزال تبع بكره ويعني حضرت كثير نزلت وزن تعبت للنزال وان شاء الله راح اخذ الحزام معي ابو ظبي ان شاء الله النزال الرئيسي لهذا الحدث والذي سوف يجمع
بين المقاتل في الركن الأزرق هاروني باكا أمام نظيره من الزاوية الأخرى الحمراء إلياس حبيب علي. I'm so excited about the fight. I really want to be in the ring right now with him. I can't wait till tomorrow. متوقع راح ننزله قاضية في الجولة الثانية. بال 2004 وأنا بعمر ال 14 سنة تقريبا الوالد سوى حادثة وبعدها أخذوه على المستشفى يعني إجاته ضربة في الرأس صار عنده نفس جلدة في الدماغ بعدها بشهر تقريبا توفى يعني ما صدقت الخبر انصدمت كثير وأنا صغير بحب أبين إنه قوي أمام الناس بس هالنقطة يعني نقطة ضعفي هاي النقطة هي اللي كانت بتأثر فيني كثير ما كنت مركز بالرياضة يعني كان أسوأ إشي حصل بحياتي هو موت الوالد السلام عليكم السلام ورحمة الله كدير لاباس عليك بخير كدير بس كل شيء مزيان حصلت 80 كيلو الحمد لله مباراة عندي ساعة 10 إن شاء الله يا ربي آمين. يا ربي وفقك الخير يا ربي آمين شغل بيبان الخير إن شاء الله آمين يا رب آمين يا رب وقف معاكم تلا إن شاء الله ويدبسكم على خير وبخير آمين وحشناكم شكرا وحشناكم وليدي الله يشكرك خير وبخير لو تانا حتى أنا آمين يا رب آمين يا ربي شكرا بقول إنه هالفايت للوالد لأنه بيتفرج فيني من فوق وأنا بقول في نفسي إنه الوالد أكيد رح يكون مبسوط حتى إنه مش موجود معي رح يكون مبسوط لأن جالس بنحقق في الأحلام وفي الشيء اللي كان بيريد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى كل جمهور رياضات الكيك بوكسن وأسلوب الكي ون كونوا على موعد مع نزالات أكثر من حماسية وهذه البطولة الأولى على المستوى الاحترافي التي ينظمها الاتحاد الإماراتي للمويتاي والكيك بوكسن لما أنا بحضر البطولات بحب دائماً بكون رقم واحد وأنا بتمرن بشوف بس في البوديوم بشوف في الذهب ما بشوف بالمركز الثاني ولا الثالث وهالأمر يستاهل كثير من التضحيات طبعاً أنا وصي الياس أنه يستمر بالوصول إلى الهدف ويبقى تايجر الفريق وبطل الفريق ونمبر وان الحمد لله اليوم المعنويات عالية والهمة عالية وأنا جاهز ومتحمس كثير لهالفايت لأنه راح تكون لروح أبوي الله يرحمه وراح تشوفون بعد قليل راح تشوفون تايجر على الحلبة. Ladies and gentlemen, we have reached the main event. إذن مشاهدينا الكرام الحدث الرئيسي الذي يجمع بين البطل إلياس حبيب علي هذا المقاتل. الذي دائما نرفع رأسنا به هذا المقاتل الشرس هنا أمامنا على الشاشة إذن في الزاوية الزرقاء المقاتل هاروني باكا وتبدأ الجولة الأولى يا لا تضرب خفيف شوفوا ده يرجع أيوه حلوة فرونت كيك حلوة من لعب الياس أوكي كمل ياس جود هو تشتغل كذا اثبت اشتغل جود الياس الياس اضرب الفور اضرب لوك الفور عشان يخاف منك اذا ما تضرب فور ما راح يخاف منك لا تعطيه ثقه ايوه باور جود ايوه باور يا غبي باور باور he caught him with a flying knee whoa look at that man يا إلياس يا إلياس شنو هذا يا إلياس إلياس oh did he catch him with that oh my god ladies and gentlemen
this action has come to a stop in round number two at 2 minutes and 15 seconds by way of knockout to Ilyass Tiger HabibAli. Ladies and gentlemen, Mr. Ilyass the Tiger HabibAli. Ilyass, ya Ilyass, hada yomak. هذا يومك بيض الله وجهك. أنا فخور كثير بالأداء اللي قدمته اليوم. كنت متوتر شوية بالجولة الأولى، بس زي ما وعدتكم زي ما وعدت الجماهير إنه راح نزلوا حاضية بالجولة الثانية، وهيك سويت. وأهدي الفوز لأبوي الله يرحمه، وبقول لكم إنه أنا تايجر إذا حلت إشي راح أسويه، وبوعدكم بالبيلت إن شاء الله، بالواكو بيلت إن شاء الله. أنا فخور. أوس. He's the beast! انتصار البطل إلياس حبيب علي بدرع بطولة الكيك بوكسين للمحترفين نسخته الأولى حاز على أصداء واسعة في الشارع الرياضي، وأصبح حديث الصحافة لهذا اليوم. والحمد لله أنا فخور كثير بالجائزة اللي فزت فيها، اللي كانت عن تعب، عن تدريب، عن التزام كثير، وأنا فخور بها كثير وما راح أنسى هالجائزة أبدا. مساك طيب. سري كابتن الاتحاد قرر ينظم بطولة كيوان كومبات النسخة الثانية. بيكون معانا الواكو برو، بيكونوا موجودين اتحاد دول الكيك بوكسينج، فيها حزام للبطوله، رشحنا الياس يلعب على هالحزام لانه احسن واحد بوزن 81 في الدوله عندنا. البطوله الحزام بيكون انتر كونتيننتال مع اللاعب الايرلندي دايموند داركا، فنباكم تجهزون اللاعب بتاريخ 20/11، تسووا له خطه استعداد كامله انتم والمدربين، لان الفتره على اساس نجهز اللاعب، لان هذا اول حزام يلعب في الشرق الاوسط وفي الدوله. في أول فايت لعبته ما لعبته على الحلبة، لعبناه على المات في الأرض، وكانوا الجماهير تبع الخصم وجماهيري كلهم لفين على المات، وكنت متوتر كتير لأنه أول مرة بفوت على فايت هيك بالقفازات وهيك، يعني حتى الأول جولة رجلي ما بدهم، يعني عقلي بيقول لرجلي تطلع بس ما تطلع، حسيت بنفسي مجمد هيك. بعدين بالجولة الثالثة يعني بفت أدخل في المباراة، مش كانت سهلة صراحة، من يعني كان في ضغط كتير، بس يوم الناس حولك والناس بتصرخ. من أول نزال لعبته ضربت ضربة الميدل كيك على البادي، الخصم تبعي نزل تحت، نزل بوجهه، يعني إجات على وجهه سقط قاضية، وهيك بلشت أول فايتاتي بقاضية، يعني بفوز بالقاضية. إن شاء الله عندنا بطولة مال كيوان، البطولة راح تكون من الاتحاد العالمي الووكو، بس هم راح يجيبون اللاعب من الووكو تحدياً معاك على حزام الإقليمي. اللاعب اسمه دانيال من إيرلندا، لاعب عالمي محترف طبعا لا نستهين به، لاعب قوي، عنده فايتات احتراف تقريبا فوق ال 20 فايت احترافي، يمتاز بالسرعه بالقوه والثبات، وعنده لكم جيد، لاعب يعني خطير، كيف نقول اغلب مبارياته بيفوز بالضربه القاضيه. جبنا حاجات كثيره جديده لانه الخصم اكيد راح يدرس اخر مباراه لعبتها، راح يعرف انه بلعب فلاي ني، راح يعرف انه بلعب على الكلوز ديستانس. اكيد غيرنا الاستراتيجيه للتحضير لهالنزال عشان ينصدم لما يدخل للحلبة، ينصدم باستراتيجيه جديده مش نفس اللي لعبت بها في المباراه الاولى. المسؤوليه كبرت، المسؤوليه صارت اكبر، لانه يعني الحزام منظم في الامارات ولازم يبقى بالامارات، وان شاء الله نتمنى خير. لأول مرة ستكون المنافسة على حزام بطولة الواكو، والذي سوف يجمع بين البطل الإيرلندي داميان داركر والبطل الإماراتي إلياس حبيب علي. سيتفضل الأستاذ طارق المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإماراتي للمويتاي والكيك بوكسين
ليتواجد مع الأبطال ومشاهدة حزام هذه البطولة. Ilyass, I hope you're ready for tomorrow. I'm ready. I'm going to come to you. I'm going to bring the pressure. I'm going to look and give you no space. I'm going to look the box with you because I'm looking to bring that belt back to Dublin, Ireland. And I'm not expecting to leave without it. So I hope you're ready. أنا جيت لهالبطولة تمرنت كثير مشان هالحزام وراح إن شاء الله يكون هالحزام من نصيبي وراح أعمل كل اللي في جهدي عشان أخلص المباراة وأشيل معايا الحزام بشيله على أبو ظبي إن شاء الله. I can and I will watch him. We have reached the main event of the evening. Scheduled for 5 3-minute rounds in a light heavyweight K1 contest for the vacant Wacom Pro K1 Intercontinental title. Fighting out of the red corner, he is world renowned for spinning roundhouse kicks since 1992. Give it up for Damien the Kid Darker. Fighting out of the blue corner, he has a near perfect professional record of 11 wins and only a single loss. He is the fighting pride of the United Arab Emirates. Please welcome back, it's Ilyass the Tiger HabibAli. وانا داخل الرينج يجيني في بالي كل التعب اللي تعبته وكل الالتزام اللي التزمته مشان هالفايت وكل التضحيات الاصابات اللي انصابيت بها وبيجي هالشعور بيجيك ويعطيك دافع قوي لتفوز. We're ready to put on a show now. I'm bringing that belt home to Dublin, Ireland, and I'm not going to settle for anything less. If you're excited, our fighters are ready. Then let the fist fly. وتبدأ الجولة الأولى. حلوة هذه الجملة الهجومية من دميان شوف المهارة من كلا اللاعبين يلا 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 إذا الجولة الأولى تنتهي وتبدأ الجولة الثانية Nice body shot and a low kick by Ilyass Tiger once again and a knee ترى مو عنده شيء انت أقوى منه This is round 3 of the main event سلسلة هجومية ومجموعة هجومية من المقاتل إلياس هي تحركات أكثر من رائعة إذن جرس الجولة الرابعة هاي جولة لك شد كل بيها شد لمن سيكون الحزام من صاحب اللقب انت بطل إلياس انت بطل اقوى منه هواية اكثر تبدأ الجولة الخامسة والحاسمة لهذا النزال دين الحزام الحزام لك الان مشاهدينا الكرام في كل مكان اقل من دقيقة لنعلم ولنعرف من سيكون صاحب اللقب الواقوى هذا الحزام في هذه البطولة Kisses with that enemy and it is over ladies and gentlemen مشاهدينا الكرام شكرا لدميان شكرا لإلياس شكرا لهذه البطولة الأكثر من رائعة Ladies and gentlemen, after completing 5 3-minute rounds in a light heavyweight K1 contest, all three judges have ruled unanimously in favor of your winner, a new Wacom Pro K1 Intercontinental Champion, Ilyass Tiger HabibAli! Ilyass HabibAli! ينتصر! في هذا النزال إلياس يا إلياس المليون تريليون مبارك حزام الواكو لك أيها البطل يعطيك ألف عافية نعم سيبقى حزام الواكو هنا في دولة الإمارات الحبيبة أود شكر صاحب سمو شيخ منصور بن زايد على الدعم لهذه الرياضة الدعم الأول أود أن أشكر سعادة عبد الله النيادي الموجود معنا أود أن أشكر جندي الخفاء سيد طارق
المهيري وكل عائلة اتحاد الإماراتي للمويتاي والكيك بوكسين. أود أن أهدي هذا الفوز لوالدي رحمه الله ولوالدتي، شكرا لكم. يعني ما بنام ليل نهار يعني في بالي هذا الحزام، والحمد لله ربنا ما ضيع تعب، والحمد لله ربنا يعني استجاب للدعاء. الحمد هذا لله الحزام للبطل الياس. Your winner, a new Waco Pro K1 Intercontinental Champion, Ilyass Tiger.